والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا الصبر والهدى والتقى وزدنا في زادنا الإسلامي الإيماني الأخلاقي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا عدوان. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذه. لم يؤخذ عليهم ميثاق، يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. ما قلت مسلمين وين الرابطة بينكم يا رب؟ القرآن عملتوا به والجوال كلها والفسق كلها والفسقات، قلتوا مايا انهضوا وحاربوا القرآن والغوا فيه وعملوا له شايو باش حتى حد ما يسمع. شنو شايو هذاك؟ تدخل انت ماكش اللي فاهم القرآن وتقول انا عندي حق باش اجتهد، فهذا بيتي ضلالة وجيد يمنوا بيك اللي خاطر انت تستعبد في الناس وانت الدومينو ملك ان دومينو باثولوجيك. فزدت تخلت انت وياهم، وبعد يوم القيامة كل واحد منكم يتمنى الاخر ضعف العدد والعياذ بالله. نسأل الله السلام.